انتي نزعتي كل الشغل يلي اعطيتك اياه. شو المشكله؟ ما فهمت. شو المشكله؟ اصلا انا ما بعرف مالك كيف تركت تكفي الشغل معنا بأشركه وانت ما عندك شويه خبره. ستيرين رجاء خلينا نركز بنفس الموضوع، قولي لي شو المشكله لحتى حلها. المشكله فيك انت سما، بيلي مثلك. يلي مثلي؟ ليش ما فهمت؟ كيف اللي مثلي بيكونوا؟ رح خبرك. هن بنات محدودين بس محظوظين، تجيهم فرصة يشتغلوا بشركة مرتبة ومحترمة مثل شركتنا، بس لأنه ما عندهم الثقافة والإمكانيات الحقيقية ليصيروا سيدات مجتمع، بيفشلوا بأقل مهمة بتنعطالهم. ما هن أول على آخر ما رح يصيروا غير ستات بيوت. معناتها أنت كمان من الناس المحظوظين، ما؟ بس أنا اشتغلت على حالي لصير بزنس وومن. بالوقت يلي أمي كانت عم بتعلمي كيف تطبخي، أنا كنت عم بتعلم كيف أتحكم بالسوق، ونصيحة مني سما نرجعي لتقطيع البصل أنت وأمك، بيبقى لك أكثر. شكل أمك معلمتك تطبخي، طب بيك؟ شكله بيك معلمك شي، ليك صرتي بهيدا العمر وأنت وحدة فاشلة وغبية. كيتي خلص بقى ولا حرف. شكلهم تخلوا عنك وما كانوا سألنين عنك ليك طلعتي بلا مربى. صبا اطلع منك! خلصي! ليكي إذا لسه بتجيبي سيرة أهلي على لسانك بقتلك! أنا بقتلك سيرين! ولو! شو عم تعملوا؟ بعيد عنك! سما! ايدي! ولو! شو بكم معقول عم تعملوا هيك بالشركة؟ سيرين! ايدي! سما! سيرين طلعي لبرا! بعيد عنك! طلعي لبرا سيرين! شكلي عملك! سما! ايدي! ايدي! فهميني روقي شوي! برافو نانسي! برافو! طلعوا أحلى من هيديك المرة! والله طلعتي شاطرة ونافعة بالشيء. ولك شو هالغبية؟ ما تشوفي كيف هجمت علي؟ يعني لو ما اجى مالك وهديها عني ما بعرف شو كان صار. يعني هلا خلص خلصنا منها لسما؟ خلص اكيد. هلا هو بصير في هيك شغلات بالشغل، شو ناسي قبل شو صار فيي؟ مهم بس يجي مالك بدنا نفرجيه هيدا الملف، فيه الشغل اللي كلفتها فيه وما خلصته. عملنا رحلة هيدا الويكند. منروح نتسلى شو عنا؟ لك شو هالوقحة هاي؟ كيف كبت المي بوجهي نزعت لي شعراتي وتيابي؟ إن شاء الله تكون عرفت تحط لها حد مالك. سيرين لهون وبس، أسلوبك وتصرفاتك مع اللي حواليك ما بتناسبنا بنوب، وعم بتسيء لسمعتنا. مالك بس أبقى. شكرا لكل شيء قدمتيه من اول يوم لهلا. عقدك انتهى. فينك تاخدي مستحقاتك وتعويضك كمان. شو يعني ستيري مكملك شعراتك او لا؟ لك شو هالخبر الحلو هذا؟ لك شو هالخبر؟ روحي هاني 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 رفيقي رفيق عمري. لك لك انا مبسوط 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 مبسوط. مو معقول. لك لو تعرفوا شو صاير، راحت ام نمره رجل 40، راحت يلي بتلزق رموش، راحت ام شعر اكستنشن جاي على بالي وزع لكم ورد الكون كله. خدي خدي خدوا كلكم. لك انا فرحان وراحت راحت، ما لقيت جره اكسرها، رح اكسر هاي. هاني نظفهم. أهلين ست فريدة. هاي سيرو، كيفك يا قلبي؟ شو عم تعملي؟ والله كنت عم بقسم الشهد لليالي وعم بعمل سكادجول بكل ليلة على مين بدي ادعي. طمني اسمك موجود بسكادجول الليلة، طمنيني انت كيف؟ بتمنى تكوني عم تختنقي مثلا وما في حدا حدك. معلش معلش رح اتحملك اليوم، انت معذورة.
على كل حال بس بدي خبرك انه حكيت مع محل الورد اللي بتعامل معه وبعت لك اكليل ورد لقوم بواجب العزاء بمناسبه تقليعتك من الشغل وصحتك من الشغل. بس ليك يصير شوفي نص الكاسه المليانه من الموضوع. انت اليوم حستي على لقب البيج لوزر، ما تقولي لي حلو اللقب مو؟ اوف شو اولد ستايل بعدك، حتى شماتك مش مهضومه. بجوز خسرت شغلي بس بضلني النمبر 1 بالذوق والفاشن، مش مثلي كل العالم عم تحكي عن ذوق المبهدل. ونصيحه مني حبيبتي، غيري دكتور التجميل تبعك لانه صار بدك فيس ليفت. البوتوكس والفيلر ما عادوا يفيدوا بحالتك. اوكي اورفوار. استني وين رايحة؟ وين رايحة؟ أول شي بدك تدليني على دكتور التجميل تبعي، تاني شي أنا لسه ما خلصت شماتي فيكي، تالت شي بيني وبينك لازمك مصاري. بكل الأحوال أنا قمت بالواجب وخبرت الكل يعملوا لك لمية يا سيرو، لأنه أكيد 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 راح تحتاجي مصاري. حرام. وبدي اقول لك شغلي، ليكي لا تستحي مني، انت اكيد بحاجه شغل. ابعتي لي السي في تبعك. ايه انا بحاجه خدامه. حرام ستي عم تتعب كثير لحالها. خلينا نشوف هالسي في ولا تاكلي هم برستيجك. ستي هي اللي رح تعمل لك الانترفيو. ليكي فريده هلا ما بقى في مالك بيناتنا، اذا رح تضلك عم بتقللي من احترامي بدي اجي شدك من شعرك ومسح فيك الارض الوسخه. وصلك لسانك حتى العالم ترتاح من صوتك البشع، وبالاخير بدي اعلقك على باب الفيلا وخليكي عبره لكل مين بفكر يتطاول علي. انا محلك بخاف مني، بتعرفي ليه؟ لانه ما عندي شيء بقى اخسره. حياتي انت بحياتك ما ربحتي، انت طول عمرك خسرانه. سمعتي؟ طول عمرك خسرانه بس هلا خسارتك علنيه. يلا حاجتك، زعلت عليكي. بكفي. يلا. باي يا شطورة يلي هلأ مقهورة ويلي وقعتي بالجورة وقوعك شوفك حتى بالصورة. باي سيرو، باي حياتي، باي يا قلبي، رح سكر قبل ما يقشط ضغطيك. ما تسكري ما تسكري، ولك انت عقربي، ولك انا بكرهك بكرهك. مجنونة هاي؟ والله مجنونة؟ إذا سمعتها شو قالت لي بتخلي الواحد يعمل كريزة أعصاب من كتر ما بتستفزك؟ ما قدرت هدي حالي، كتير عصبت. ما كان لازم أعصب هالقد، بس والله ما قدرت أمسك حالي. هلأ طبعاً بتكون مبسوطة الست فريدة لأنه عرفت أني أنا مقهورة، ما كان لازم خليها تشمت فيي أكتر.